فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: انتشرت طريقة للبيع في بلادنا، وهي أنه ينزل التاجر إلى مزرعة الليمون ويقوم مزرعات الليمون، نعم، ويقوم بشرائها، وبالمزرعة بعض الأشجار بها ثمار قد بدا صلاحه فقط بعض الثمار، يقول هل هذه الطريقة في البيع جائزة؟ إذا كان ثمر الليمون وغيره بدا صلاحه صلح للأكل فيجوز بيعه، أما إذا كان ما بدا صلاحه فلا يجوز. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.